شفت ما تجيبش حاجه يا دحوك. خد تعالى بعد كده روح امك، اي حد يسالك على اسمك تقول صلاح، صلاح وبس. حسك عينك سلطان ديديك على لسانك، فاهم؟ حاضر هقول صلاح وبس. بقول لك ايه يابا، حل على نفوخي لحسن، دماغي فايره. وما تقوليش يابا دي تاني، انت مش خلاص رحت الفود عشان تتاجر معاه في الصنف؟ روح اقعد عنده، البس في حجره وروح امك. انما هنا احنا لا بنقعد شمامين ولا مدرجيه. في ايه يا عم على اخر الليل يا مرزاه والسلام؟ ايوه هي مرزاه والسلام، وعليا الطلاب الثلاثه صلاح ما انت قاعد فيها. يلا قوم. طب على الحرام انا ايه؟ انت يا عم بتصف عليا؟ انت بتصف على المطوه؟ بتصف على المطوه على ابوك يا عم سيد؟ بتفتح على المطوه؟ ادي الشنكه حوكه. هتخرك يا عم، انت تعمل علي انا ذكر بس اسحب عليك وعلى اللي خلفوك. وش عرف امي؟ ده بلغ عنك يا وش خصايا. ده تربية النسوان. تربية النسوان؟ روح لم نسوانك انت اخويا. بقول لك اوعى سيد. خلاص ندخل في ده يا ياض. خلاص يا سلطان. خلاص يا جدعان خلصانة. حكاية عايزين تتفرجوا عليها وخلاص. ده اللي حطيتك ايه؟ الوسخة. خلاص بقى يا عم سلطان. ما هو كله منك يا سيد. طب تعالى بس. تعالى. صلى على النبي. اقعد يا عم انت وهم. بتهدى ده في ايه؟ حصل ايه ده كله؟ عيل رضع زباله يا عم، سيبك منه خلاص، اهدى بقى. ولا سيد، من يوم ابوك ما جراله اللي جراله انا بخلت عليك بحاجه، مش من ساعتها وانا واقف ظهري ليك، واخواتك عيالي والحاره كلها شاهد على كده. امين، وعمر ما حد قال ان انت بخلت علينا لا برزق ولا بحنيه. اما رحت الفضل يا سيد عشان الدنيا هي اللي بخلت علينا، ماشيه في وسطينا وراسها والف سيف، تحطنا على سكه مش على هوانا. لا 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 يا سيد، لا ده كلام أبلسة، ما تخلش عليا، شوف لي كلام غير ده. انت اللي عايز تخش السكة الشمال يا سيد بتسعالها دي. اللي حصل لأختك رحاب ده ما خبطكش على نفوخك وفوقك؟ ايه يا معلم، ايه اللي دخل رحاب في الليلة دي؟ زي بقى اللي دخلها، ربنا بيحبك يا سيد، حب يفكرك ان في رقبتك ولاية، ما ينفعش تدخل عليهم مال حرام تلطهم بيه. انت ما كنتش كده يا سيد، ايه اللي جرالك؟ جرالي كتير، جرالي كتير يا معلم، بس مش وقت نحكي في الليلة دي، ولو على صلاح هسلكهولك في ثانية وأنا هكمل لوحدي. لا 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 لا، أنت إيه؟ أنت فاكر إن القعدة اللي بيني وبينك دي عشان صلاح؟ ما يولع صلاح واللي جابه صلاح حتى بجاز وشك. إيه يا سيد، أنت نسيت أبوك ولا إيه؟ نسيت أبوك واللي جراله؟ ما تكونش عايز تبقى زيه؟ عايز تبقى ميت وأنت عايش على الدنيا يا سيد؟ الزمن غير الزمن يا معلم، الله يبارك لك، سيب أبويا في حاله، ما تدفرش المواضيع في بعضيها، أنا فاهم كل حاجة. علي الطلاق ما أنت فاهم حاجة يا سيد. أنت فاهم إن كار المخدرات ده معلامة وصياعه وبير فلوس، مهما تهبش منه مش هينشف. اسمع كلام اللي روح يا ابني، الكار ده ملوش عزيز، عارف ليه يا سيد؟ عشان زي ما قلت، بير فلوس، اول ميته ما بتبان كله بيدوس على رقبه التاني. طب يبقى ليه بقى؟ نهايه الكلام يا معلم، انت مشيت في سكه ورجعت ومحدش يقدر يلومك، ضلعك واحكم عليه براحتك، ملناش فيه، لكن انا مكمل ومفيش حد هيوقفني. اهدى بقى، اهدى ورايح بالك وطمن قلبك. يا بلبل عملت ايه؟ حصل؟ لازم يحصل، مش خطتك؟ امسك عنوان العريس. طبعا لوحة، اخوك قاري الدنيا اكتر منك. يعني انت كمان رايك من رايه؟ انا رايي هو رايي. طب لو كان حد تاني غير سيد اخوك كانت عدت بالسهل، لولا انه بيحبك. ايوه نصر، كنت هعمل ايه يعني؟ كنت عايزاها اروح القسم ولا افضل قاعد هنا مستنيها؟ انا لقيت نفسي بروح للست فجاه، حتى ما كنتش عارف الاقيها ولا لا، ولما لقيتها اتكلمت معاها. ولما اتكلمت معايا حصل ايه يا دكتور؟ اختك رحاب رجعت فرشتها ولا زلتها قدام الست اللي رمتها بالرخيص؟ يا نصر الموضوع مش كده، هو في مشكله حصلت فهي بلغت عن الكل، رحاب بس وقعت في الرجلين، هي مش مستقصداها. الست اللي ترمي النسوان في الحجز عشان تلمع نفسها وتظهر كويسة قدام الدنيا مش هتتغير من كلمتين من واحد طيب زيك. أحمد، أنا عارفة يا حبيبي إن روحك في أختك ومحدش بيفهمك في البيت ده غيرها هي، بس اللي بيحب حد يعليه مش يذله قدام اللي رميته. كنت اعمل ايه يعني يا نصر وانا شايفها مظلومه ومحبوسه بين اربع حيطان؟ وبعدين انا ما افهمش الكلام بتاعك انت وسيد ده، تطلعها وتعليها وتنزلها تتذلل. انا عملت اللي انا شايفه صح يا نصر، رحت اتكلمت معاها، حتى لو كنت اتذللت مش فارق معايا، اللي فارق معايا كان رحاب.
خلاص يا حمد، خلي الطلعة دي على أخوك، ودينا هو قاعدين مستنيين دخلته علينا. انت مين انت وهو يا؟ انت اللي بتعمل ايه يا عمتي؟ اسمع يا، انت هتجيب كل اللي في بطنك هتتعلق من ودانك. طب اسمع بقى انت وهو، اتفق على اسيكو تأذينا؟ اسيكو ما تصدق انت هتتعلق منهم، دلعوا بقى ابو السين. اسمع يا، هتقوم معايا على الاسم، هتسلم بيت الفيديوهات وتقرب الحوار. امين امين. يخرب بيت اهلك، ايه النسوان دي كلها؟ قوم يا، وكانوا بيجوا ازاي بشعر كتفك ده؟ التيشيرت. انا قلقان الموضوع ما يخلص بسرعه زي ما نصر قالت. بسرعه بقى ولا مش بسرعه، هي اللي عملت كده في نفسها. يعني ايه يعني؟ انت ايه اللي انت بتقوليه ده؟ رحاب غلطت في حق نفسها وفي حقنا كلنا، واحده متخرجه من كليه اعلام، ايه اللي شغلها شغلانه زي دي؟ ايه يا اختي مالك بتتكلمي على اختك كده ليه؟ هي كانت لقت شغلانه تانيه وبطلت عشان خيبتها هي اللي وصلتها لكده. يا لهوي، هو انت بتستعري من اختك عشان هي في ضيقه؟ ما بالراحه يا ميسه بقى. براحة ده ايه؟ البت دي دايما مناخيرها في العالي فوق، حاسه ان مفيش حد قدها، حاسبه يا اختي اللي تقع على جدور رقبتك تتكسر. وانت مالك؟ انت ايه دخلك في الموضوع ده اصلا؟ انت بتتكلمي عني وكانك عارفاني، وانت ولا عارفه حاجه. لا انا عارفاكي كويس قوي واكلاكي وشرباكي. اختك ما تستاهلش تتكلمي عليها بالاسلوب ده، فوقي لنفسك يا ماما، احنا اللي فينا مكفينا. كفايه بقى، كفايه كلام. انت ايه؟ مش حاسه باي حاجه؟ انا مفيش حد زعلان على رحاب قدي ولا حاسس بالنار اللي جوايا. انا اكتر واحده بحب رحاب، رحاب عمرها ما كانت حد ولا اذت حد. ربنا بينصر عبيد الغلابه، واحنا يا اختي غلابه وربنا معانا والحمد لله. نورتي بيتك يا حبيبتي. سيبوها بقى خليها تروح تستريح وتستحمى من ريحه البرش وكمكمته. ايه ولا نمتوا يا اختي؟ تتعب الظهر سليم. انا يا سوابق يا اللي انا جاي طول عمري يا اختي. هلا وي 23. 23 ايه؟ وفي الطاولة 23؟ اما انا مش بتكلم على الطاولة خالص ولا شغلاني، انا بتكلم على الراجل ده اللي اسمه عنتيل النصرية اللي انتوا سجلتوه. تصدق ابن الجنية طلع مصور 23 مرة في الصالة بتاعتي. ده دول بس اللي على الهارد، ده لسه في فلاشات بس ما رضيتش اسلمها، اعراض ناس بقى ما انت عارف. لا قدام اي ناس اي. كل حاجة دلوقتي بقت بتصور. الحمد لله يا عم ان احنا الكاميرات الصيني دي ما كانتش على ايامنا اتفضحنا. ما انت خاربها من زمان، كل 6 شهور جوازك. الله الله الله، انت بتعد عليا السيد ولا ايه؟ وانا انا عملت حاجه حرام؟ ما كله في الحلال. كله في الحلال، بس كلام في سرك. انا شاك ان الواد صلاح مصورك. اسمع إيه؟ الكلام، لقيت فيديوهات على النت مكتوب عليها سلطان عنتيل النصريه، بس ما تقلقش هو مصورك من ظهرك، بس انا عرفتها اصلا هي بالظبط. هي ايه؟ الدماغ، ما تخافش. بوخه ده يا بولبول. ده يا سلطان. يا بولبول ما تجيب اسوق الحكومة شوية. تسوق الحكومة؟ ولما تلبسها في حيط؟ ما هي لابسة من زمان. قول لي عملت ايه؟ جبت لك الخلاصة. الله ينور عليك. امال ايه؟ انت بتعمل ايه يا سلطان؟ انت بتلعب الكمبيوتر ولا ايه؟ عمال تلف وتدور في الكلام ليه؟ ما تجيب من ابو ناهية وتقول لي عايز توصل لايه يا طيب؟ نصر. اشمعنى؟ اشمعنى يا بت؟ جرايه يا بنت عمتي، انت مش هرشاني ولا ايه؟ بحبها يا بت، وكتاب ربنا بحبها وعايز اتجوزها. بتحبها من امتى؟ زمان زمان قوي، مش عارف اعمل ايه. اشمعنى؟ قصدي ليه يعني؟ جرايه يا بت، والحاجات دي فيها ليه واشمعنى؟ يا بت انا بشوفها معديه في الحاره، قلبي بيرفرف، ببقى عامل زي العيال الصغيره. نصره، هو في زي نصره؟ ادب، اخلاق، مجدعه، ولسانها بينقط شهد. قرش بس ناشف عليها حبتين. وهيفضل ناشف على طول يا عيني. ليه يا ميسا؟ هي عينه من حد تاني ولا ايه؟ يا خرق عينك، دي سكه تانيه خالص، مش سكتك. قصدك يعني عشان بتربي اخواتها؟ طب ما ابو خارست رجع، ما يشيل هو بقى. وبعدين اخواتها بقوا زي الشحوطه خلاص، وان كان على الشغل يعني فينش، ما تشتغلش تاني. هو انا بلص ولا ايه؟ انا هشيل الليله. هي بس توافق. وابو خارستا يوافق وراها على طول. وسنها عجباني، شريعه على كده يا امه. نصره ما بتفكرش في الجواز، ولو حتى فكرت هتفكر فيك انت يا طيب. ليه كده يا ميسا؟ ليه الغلط ده يا اختي؟ واحنا نسوان ولا ايه؟ ولا انا ناقص ايد ولا رجل؟ يا بنت انا معايا قرش واديها بدل القرش 1000. حلو، كل اللي بتقوله ده حلو قوي، بس هي جالها عرسان معاهم فلوس اكتر منك مليون مره ورفضتهم،
هتوافق بك انت ليه؟ عشان انا الطيب. انا الطيب يا بنت. ها؟ هتفضلي تلغينا جلاش كده ولا هتساعدينا ولا ايه نظامك؟ يا رب. ذمتك ما وحشتكش. انت يا صلاح اللي جابك، مش اتفقنا كنا كام يوم في البيت؟ ايه يا عم وانا عليا مراقبه؟ وبعد كده من امتى وانا بسيبك في اي شغل يا ابوخه؟ الله، ما انا طول عمري ضهرك يا جدع، اشمعنى المره دي؟ وابوك بقى اللي اديته كلمه، ده عامل فيه ايه؟ يا عم اسحبها، وانت اديت كلمه لعمرو موسى؟ ماشي يا ليمت. طب اجي عشان البضاعه وصلت. يا ابن الحرام، ده معبي كتير. يا عم احسن مال لاصحابه، واحنا دلوقتي هنبقى ايه؟ اصحابه. اسحب. احبك يا ابوخه.